تحديدا مع منى عوكل، يبدو أن ثمة أمر ما يحدث في هذه الأثناء منى. نعم، تحياتي لك ولتحياتي لجميع المشاهدين. بالفعل يعني الأحداث لم تتوقف منذ صباح يوم أمس، وحتى اللحظة الأحداث مستمرة، الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة، ولكن المجازر أيضا مستمرة ومتزايدة. يعني منذ ساعات قليلة وحتى اللحظة سمعنا عن وشاهدنا ربما انتشال لعدد كبير من جثامين الشهداء جراء استهداف عدد من المنازل في منطقة خان يونس وأيضا في منطقة بيت حانون. تم استهداف عدد من المنازل بشكل مباشر دون تحذير مسبق، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. الحديث عن مجازر هناك فعليا، الحديث عن ربما في خان يونس في إحدى الغارات تم استهداف ثلاث منازل فيها، تم يعني الحديث عن سقوط هناك حوالي 17 شهيدا وأكثر وعشرات الإصابات بشكل مبدئي. ثلاث منازل قصفت في آن واحد دون تحذير مسبق، بالإضافة إلى منزلين أيضا قصفا في شمال قطاع غزة في منطقة بيت حانون تحديدا، وأيضا تم انتشال العديد من الجثامين الشهداء والجرحى أيضا من هناك، وما زالت عمليات البحث مستمرة. يعني على الرغم من أن وزارة الصحة تحاول أن تحدث الأرقام فيما يتعلق بأعداد الشهداء التي فاقت 300 شهيد وأكثر من أيضا 2000 جريح، ولكن هناك خلال الساعات الأخيرة استشراس من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، هناك استهدافات مباشرة لعدد من المنازل تحديدا في المنطقة الحدودية، هذا إلى جانب ما كان قد تم استهدافه من أبراج سكنية مع فجر هذا اليوم، برجين سكنيين كل برج منهما مكون من 14 طابقا. بالتالي هذا فقط ربما الأحداث الأبرز، ولكن القصف عمليا لم يتوقف، ضد والذي استهدف عدد من المنازل، منازل قادة في حركة حماس أيضا، وأوقع الكثير من الأضرار. هذا فيما يتعلق بالأحداث الميدانية التي لم تتوقف. بطبيعة الحال دائما نقول بأنه يعني في كل تغطياتنا تكون طائرات الاحتلال الحربية مستمرة في قصفها لأهداف جديدة، تكون أيضا طائرات الاستطلاع مستمرة في تحليقها على مسافات منخفضة في سماء قطاع غزة. لكن الآن الأخطر، يعني الآن هذه جميعها أحداث نحاول أن نطلع عليها، أحداث سريعة جدا، حتى نحن كصحفيين نحاول تجميع هذه الأخبار بشكل متواتر، ولكن الأحداث فعلا سريعة جدا. الآن إسرائيل تخطط لما هو أخطر من ذلك، على ما يبدو بأنه تخطط لمسح مربعات كاملة منذ فجر يوم أمس، وحتى اللحظة توجه رسائل مباشرة للمواطنين في منطقة شمال قطاع غزة ومنطقة أيضا شرق قطاع غزة من شمال بيت حانون وحتى جنوب مدينة غزة في منطقة رفح، شرق رفح، توجه رسائل للمواطنين بضرورة إخلاء منازلهم بشكل عاجل، واللجوء إلى أو الذهاب إلى مراكز الإيواء التي تم فتحها منذ صباح يوم أمس. هذا مؤشر خطير جدا، لأنه أو طبعا هذه المراكز الإيواء التي وجهت أو يوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان المناطق الحدودية للذهاب إليها في منتصف مدينة غزة. هنا نحن أمام أمرين ربما يجب النظر إليهما، وهما أولهما أنه على ما يبدو أنه الاحتلال الإسرائيلي ينوي تمشيط كافة أو مسافة واسعة من منطقة شمال قطاع غزة وشرق قطاع غزة بشكل كامل بدخول آليات عسكرية وعبر الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهذا ما حدث خلال ربما مواجهات سابقة، تحديدا نذكر حرب 2014 عندما تم تمشيط مناطق كاملة تماما وهدمت المنازل على شيئا من أعمدة الدخان المتصاعد. هل هذا لي استهداف حديث، انفجار أو قصف للتو، أم أن الأمر مرتبط بما كان حاصلا قبل قليل ونحن نتابع عمليات الاستهداف وهذه أصوات الطائرات حتى تسمع بشكل واضح الآن؟ صحيح، يعني ربما أنا قلت وأؤكد، ربما هذه الصورة تؤكد ما نقول الآن، ولكن دعني أعود إليها قبل بعد أن أقول لك يعني آخر الأخبار. يعني أمامنا الآن رشقة صاروخية تخرج من شمال غرب قطاع غزة، الآن رشقة صاروخية من قبل أطلقتها المقاومة الفلسطينية، نحاول الآن التقاط الصور لكي نكون معكم بالصوت والصورة. صحيح، واضح. هذه رشقة صاروخية الآن في هذه اللحظات. نعم صحيح،
فيما يتعلق بأعمدة الدخان خلف هذه هذه تحدث جراء استهداف أماكن ومناطق سكنية تحديدا في منطقة الشجاعية بالإضافة إلى منطقة شرق قطاع غزة في منطقة الشرق جباليا تحديدا. هذه المناطق التي الآن يتم استهدافها. ما زلنا نسمع أيضا أثناء هذه اللحظات استهدافات في مناطق مختلفة، لكن ربما سوف نشهد صعود لأعمدة الدخان ربما بشكل أكبر خلال الدقائق القادمة. القصف عمليا لم يتوقف في شمال قطاع غزة، في وسط قطاع غزة، في جنوب قطاع غزة، ولكن نشير أيضا إلى أنه الآن إسرائيل ما زالت تتحدث عن أنه هذه إجراءات أولية مبدئية، ولكن الحدث الفعلي لم يبدأ في قطاع غزة وفقا للتقديرات والتصريحات الإسرائيلية حتى اللحظة، ووفقا للخطة التي وضعتها إسرائيل للسير عليها، وهي يعني كما يقال التأكد من تنظيف المنطقة أو تمشيط المنطقة، منطقة غلاف المستوطنات وإخلاء المستوطنين من منطقة غلاف غزة، بالإضافة إلى تأمين الحدود، ورابعا البدء بالعملية العسكرية في قطاع غزة. أؤكد بأنه ما زالت الرسائل تصل إلى المواطنين الذين الآن يقومون بإخلاء منازلهم، وهم يعلمون بأنه من لم يخلي منزله في المنطقة الشمالية والشرقية سوف يكون بلا شك تحت أنقاض منازله خلال الساعات القادمة. هناك أزمة أخرى وهي التزاحم في مراكز الإيواء التي تم فتحها منذ صباح يوم أمس وحتى اللحظة في وسط مدينة غزة. نحن نتحدث كما العادة عن جغرافيا ضيقة جدا، مساحات محدودة واكتظاظ سكاني شديد، وبالتالي لجوء عدد كبير من المواطنين في تمركزهم في مناطق محددة وهي وسط مدينة غزة. هذا يعني بأنه أي قذيفة أي صاروخ بالقرب من مراكز الإيواء من الممكن أن تنذر بجريمة، وسابقا إسرائيل لم تتوانى عن قصف أساسا مراكز الإيواء في الاعتداءات السابقة. دعني أشير أيضا وأتوجه بالحديث أيضا على لنقطة مهمة جدا وهي الحالة الإنسانية. الحالة الإنسانية هنا في قطاع غزة تتدهور بشكل سريع جدا، لأنه مبدئيا التيار الكهربائي يعني قطاع غزة لا يصل إلى إلا 20% من الحاجة الإجمالية من الكهرباء، وبالتالي هي نسبة بسيطة جدا، تكاد لا تصل كهرباء في بعض المناطق نتيجة تقطع الخطوط وفقا لجراء القصف الإسرائيلي المستمر. هذا ينذر أيضا بأزمة مياه وربما أمراض بعد ذلك. أيضا هناك اكتظاظ ومحاولة للحصول على المواد الغذائية الأساسية لمن يتسنى له الخروج من المنزل، لمن يعيش في منطقة أو هو متواجد في منطقة آمنة بإمكانه أن يتحرك فيها للوصول لأماكن التزويد بالمواد الأساسية. أيضا كما أشرنا مراكز الإيواء مكتظة بالسكان، المستشفيات منذ صباح يوم أمس وهي تناشد باحتمال أن يكون صعوبة الوضع على الأصح بصعوبة الوضع جراء الارتفاع الشديد بأعداد المصابين والمتواتر حتى اللحظة، يعني نتحدث عن أكثر من 2000 جريح وعدد أكثر من 300 شهيد، وما زال هناك منهم تحت الأنقاض في الوقت الذي تستهدف أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية طواقم الإسعاف. بيوم أمس تم استهداف سيارتي إسعاف، واحدة في منطقة شمال قطاع غزة والأخرى في جنوب قطاع غزة، كما تم استهداف مستشفى الأندونيسي. إذن طواقم مستهدفة، الموارد الطبية، الأدوية والمستلزمات يعني لا تكفي أو لن تكفي لأيام كثيرة، بالإضافة إلى عجز في عدد الأسرة في المستشفيات. هناك أيضا عدد أسرة محدود، لذلك في المستشفيات نرى مشاهد صعبة جدا لأناس مصابين ليس لديهم أسرة أو مكان يقبعون فيه، نراهم مسطرين على الأرض، وطبعا هناك عدد كبير من نشير إلى هذا التحديث الجديد الذي ينقل عن وسائل الإعلام الإسرائيلية كما يعرض الآن بأن عدد القتلى الإسرائيليين والذي كان قد رفع قبل قليل إلى 400 قتيل الآن وبعدها تقريبا بنحو 20 دقيقة يتم الإعلان عن رفع عدد القتلى ل 500 قتيل وأكثر من 2000 مصاب، ربما بعض التقديرات تشير إلى أن 300 مصاب من بين المصابين الألفين هم في حالة خطرة أو في حالة حرجة، بعضهم هذا عدا عن الرقم المرتبط بالمفقودين الذين لم يتم التعرف على مصيرهم، أهم من بين القتلى أم من بين
الأسرى، هذا تحديث جديد كما يعرضه الزملاء الآن نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية. تفضلي. نعم، دعني أشير في هذه النقطة إلى أنه هذه المرة الأولى التي يعني تعلن بها إسرائيل عن أعداد كبيرة من القتلى والإصابات. في العادة هي تتكتم بشكل كبير، ولكن قد يكون يعود السبب للإعلام الذي الآن أصبح، أو يعني الفيديوهات التي يتم تناقلها عبر السوشيال ميديا والتي تظهر كل فترة من الوقت عدد كبير من القتلى عبر الفيديوهات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أعتقد بأنه إسرائيل الآن تحاول أن تقدم ذريعة للعالم، وإن كانت يعني عادة لا تبحث عن ذرائع، تحاول أن تقدم ذريعة لكي تقوم بشن عدوان على قطاع غزة غير محسوب، ولن ترى نفسها مضطرة أمامه بأن تقول سوى أنها تدافع عن نفسها.